الهلال الآن الإعلام الهلالي يتمنى عادل عزت، الإعلام الصاد يتمنى المالك، الإعلام الآن رئيسنا هو عادل عزت. نعم. الآن عادل عزت كسب الانتخابات، الرجل عنده برنامج، علينا أن نحاسبه على برنامجه وليس على من دعموه وليس على من رشحوه وليس على من صوتوا له، لأنه حتى اللجنة الأولمبية حجبت أصواتها. أنا ما أبرر للأمير عبد الله بن مساعد لا والله، ولكن أنا أتكلم الآن، إحنا بدأنا نخطو خطوات. نعم نعم في سلبيات وكبيرة جدا، علينا الآن نقول لعادل عزت ترى المشاكل 1 2 3 4. واليوم الفيصلي طلب التأجيل، ما هو الفيصلي الهلال طرف. اليوم لجنة المسابقات عندها قضية في الشارع الرياضي. نعم. كيف حتتعامل معاها؟ أنا على ضوءها حاخذها واحدة واحدة. أتكلم معاكم واحدة واحدة. بس لسه ما بدينا يا أبو عبد العزيز. أنا أتكلم إن إحنا تونا الآن في حرف الألف، يعني ما بدينا، ما قلنا بسم الله. خلنا نعطي الجماعة فرصة. أنا والله ما دافع عنهم، والله ما دافع عنهم. أنا أقول تونا يا جماعة الخير، خلنا نعطيهم مساحة، نعطيهم فرصة، نشوف إيش عندهم، نشوف التوجه القادم. بعدها لكل حادث حديث، يعني ننتقدهم ونقيم العمل مثل ما نبي. شوف الانتقاد الانتقاد دقيقة بس كابتن مساعد، دقيقة بس الله يخليك. دقيقة اسمح لي بس في جزئية محددة. جميعنا يؤمن أنه الأمير عبد الله بن مساعد رجل لديه مشروع، وهو مشروع حكومي، علينا نحن جميعنا أن ندعمه في هذا الاتجاه. نعم. ونؤمن كلنا أن ما هو مشروع الأمير عبد الله بن مساعد؟ تطوير الرياضة السعودية، تطوير على مستوى البنية التحتية، على مستوى الكوادر، على مستوى الاستثمارات، على مستوى القوانين والأنظمة، الخصخصة، تطوير الرياضة السعودية بشكل كامل. نحن معه في هذا الاتجاه ونبارك خطواته ونقول الله يقويك ويعينك. نحن نختلف مع الأمير عبد الله بن مساعد على الأدوات، وعلينا نحن كصحافة أن نقف عند هذه الأدوات، لأنه المشروع كله مشروعنا حنا، ما هو مشروع طرف واحد. يعني ما هو مشروع فقط الأمير عبد الله بن مساعد أو الرئاسة، هو مشروعنا كلنا. بس هذا الاتحاد منتخب تركي. هذا الاتحاد منتخب، 42 نادي صوتوا للاتحاد الجديد. كيف تجي تحاسب الأمير عبد الله بن مساعد يا بندر؟ يا بندر لا احنا لا نخلط الاوراق يا جماعه الخير، احنا لا نخلط الامور. بندر احنا قاعدين نخلط موضوع. احنا الان قاعدين نتكلم. لو سمحتوا لي يا بندر، بس عشان اكمل الفكره. لا لازم اوضح له تركي موضوع. طيب بس وضح له انت، عندك هو عندك موجود حاسب الاتحاد الجديد عشان موجود على الرئيس حتى ونترك الانديه 42 صوت اللي صوتوا له. يا بندر تفضل. عادل عزت كسب بالصندوق، ولكن تدري ايش المشكله اللي عندنا بندر؟ احنا عندنا الديمقراطيه الرياضيه تبدا بالانتخابات، لكن تعرف ايش نبغاها تنتهي بايش؟ هي تبدا بالانتخابات، لكن احنا نبغاها تنتهي بالمفاوضات. نبغاها تنتهي كذا بالمفاوضات. نعم. كم بتعطيني؟ ونبغى هنا نبغى الحصحصه، نبغى حصة النادي الفلاني. لا يا ابوي، انا ابغى عادل عزت الان انت يا عادل عزت استلمت الاتحاد السعودي، انا واخوي تركي نقول مشاكلنا 1 2 3 4 5. نعم. الان يا عادل عزت انت الان مطالب بانك في الاربع السنوات تقدم لي اتحاد، لانه دحين الامير عبد الله بن مساعد رئيس الهيئة والاتحاد السعودي لكرة القدم مستقل. يا سلام عليك، ممتاز. إذا النقد للعمل والعمل فقط، صح ولا لا؟ هذا اللي بيني وبينك. مالي شغل، أنا مالي شغل عادل البطي فلان. هذا مو هذا اللي قاعد يصير الآن يا أبو عبد العزيز، مو اللي قاعد يصير، عكس اللي قاعدين نقول. أنا أبغى الاتحاد ما يتأثر. بندر بس جملة واحدة يا بندر. الآن أنت ما جبت قضية الآن اللي هي تأجيل مباراة الهلال والفيصلي. نعم. صحيح؟ طيب الآن أبغى أشوفك يا لجنة المسابقات، أنت الآن تحت المجهر، هل الآن ستقفين بمسافة متساوية من الجميع؟ طيب. أم لا؟ واضحة. طيب أرجع للمنتخب، يحسب لأحمد عيد الله يذكره بالخير. نعم. لأنه 51 و48 و49، احنا لما نستلم احمد عيد يجب ان نذكر ايضا محاسن، لانه اذا ما ذكرنا يا بندر ايجابيات الرجل. نعم. لن نذكر سلبيات عادل عزت. صحيح. علينا ان نذكر ايجابيات احمد عيد. نعم له اخطاءه والتركه ثقيله، اتفق. نعم. سلبيات اتفق، انما تطورت الكره السعوديه، نعم. تطورت منتخباتنا، نعم. قفزنا في السلم، نعم. وهذا كله بعمل وتخطيط. يحسب. طيب. لاحمد عيد ونقول له شكرا عادل عزت،
التركة هناك في اللجان في في في, في الغرف المظلمة. نعم. المنتخب مشرق. نعم. عليك الآن أن تطلع به للأعلى قليلا. نعم. طيب عندنا عنوان